نظمت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت بشراكة مع مفوضية الأمن بتيفلت وسرية الدرك الملكي بالخميس لقاء تواصليا وتنسيقيا مع ضباط الشرطة القضائية حول موضوع تعزيز الحقوق والحريات في مجال الأبحاث الجنائية، وذلك يوم الثلاثاء 21 من أكتوبر 2023. وقد افتتح لقاء التواصلي السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد، حيث أكد الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد في بداية حديثه حول دور الهام الخاص بهذا اليوم التحسيسي في إطار التعليمات السيد رئيس النيابة العامة الرامية إلى برمجة اجتماعات ولقاءات تواصلية مع الضابطة القضائية لتنزيل وتفعيل التوصيات السابقة من اللقاء التواصلي الذي انعقد أيام 11 و 12 من شهر يونيو في سنة 2021 بين رئاسة النيابة العامة والإدارة العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الملكي لتفعيل المخرجات الدورات التكوينية للمسؤولين القضائيين والمسؤولين الأمنيين في مجال تدبير الأبحاث القضائية والرفع من ناجعتها وإنجازها داخل أجال معقول، وتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية في مجال حقوق الإنسان وإشاعة مبادئ القيم والتخليق. حيث عرف اللقاء التواصلي مداخلة الأستاذ ياسين نادم نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت حول موضوع ضمانات المحاكمة العادلة أثناء مرحلة البحث التمهيدي على ضوء التشريع الجنائي والمواثيق الدولية. أما موضوع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وعمل الضابطة القضائية الذي أشرف على تقديمه قائد سرية الدرك الملكي بالخميسات الرائد المهدي مسكي، كما قدم موضوع مناهضة التعذيب مخافر الشرطة نموذجاً العميد عبد الرزاق إمباركي رئيس الدائرة الثانية بمفوضية الأمن بتيفلت. وكانت آخر مداخلة حول موضوع تجويد الأبحاث الجنائية على ضوء متطلبات النجاعة، والتي قام بتقديمها الأستاذ إدريس أزلال النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت. كما قام الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد في نهاية الاجتماع بتقديم شواهد تقديرية على الحاضرين